cause and effect. إذا أول حاجة نقوله باللي cause معناتها السبب. إذا هذه الجملة راح تعبر لي على السببية، نقدر نقول reason, the reason, السبب. effect معناتها الأثر اللي خلاه الفعل اللي نهضروا عليه في الجملة الأساسية. إذا هنا effect قادرين تلقاو the result, result، وقادرين تلقاو كما الفرنسي عندنا la consequence، نفس الكلمة فقط النطق يتبدل، إذا تولي عندي consequence. consequence النتيجة. اوكي، نتيجة فعل ما، هذاك الفعل نصيبه في الجملة الأساسية الرئيسية. وهنا جملة تؤدي معنى الإيفكت النتيجة، ولا جملة تؤدي معنى السبب. الآن كيفاش نعرف اسكو راني في الدرس تاع السبب ولا راني في الدرس تاع الإيفكت؟ هذه الجملة هل تعبر عن السبب ولا هل تعبر عن النتيجة؟ هنا عندنا كلمات مفتاحية راح تعاوننا، keywords. في السبب باش نعرف ونقول بلي راني في السبب عندي ثلاثة كلمات، وشنو هما؟ الأولى نعرفوها كامل اللي هي because، يعني لأن، because هي لأن. الكلمة الثانية هي as، وهي بما أن، واختها اللي هي since. هما في ثلاثة هنايا نقولوا عائلة the cause، عائلة the cause. واش معناتها؟ معناتها كي نصيب هذو ثلاثة كيجيني سؤال عن ما تعبر هذه الجملة، what does this sentence express، حنا نقولوا this sentence expresses the cause. كيفاش عرفنا؟ باسكو لقينا هذو ثلاثة كلمات صح. كيفاش نقولهم بلي هذه الجملة تعبر عن الإيفكت، يعني the consequence. this sentence expresses consequence ولا effect. ثاني عندي ثلاثة مفاتيح، كلمات مفتاحية، وشنو هي؟ هما therefore، therefore، وعندنا so، وعندنا as a result. as a result، نعاودو نلقاو كلمة result. إذا هذو كامل معنتهم وبالتالي، ولا وهكذا، ولا إذا كما حبيتو. وهنا معنتها بما أن، ولا لأن اللي هي because. اتفقنا؟ كي نحفظوا هذه الكلمات، ولازم نحفظوهم ما فيها حتى نقاش، الا حبيتوا تخدموا مليح في الجرامير وتديروا زوج نقاط كاملين، عليكم وعلى الحفاظه وليداتي. نروحوا الان نشوفوا هذا الدرس كيفاش يطيح في لي سوجي، وشنو هما التمارين اللي داخل فيهم. الاحتمال الاول انه يمد لك زوج جمل قصيره، يعني مثلا he is ill، هو راهو مريض، انه مريض. and he couldn't come، ما قدرش يجي. couldn't هي الباسي تاع كان، cannot يعني couldn't، لم يستطع المجيء. اجمعهم الان، باش نجمعهم عندي احتمالين، يا اما نعبر عن السببيه يا اما نعبر عن النتيجه. حنا نبداو اولا الاحتمال الاول، نعبر على cause. اوكي، حبيت نعبر على cause، كيفاش ندير؟ كوز معناتها راح نستعمل because، ولا as، ولا since. خلاص دوك حنا رانا حافظين، غير نقولك كوز مخك يقول لي because as since. حنا ندو because، اسهل وحده اللي نعرفوها من صغرنا. اسكو دوكيتي كنقول he is ill because he couldn't come، اذا راهو مريض باسكو ما قدرش يجي، لانه ما قدرش يجي، ولا ما قدرش يجي، لم يستطع المجيء لانه مريض. نظن الاجابه بانت وحدها. راح نبداو بالنتيجه، تاك حاب تعبر على السبب، الوغ بدالي بالنتيجه. دونك تولي عندي هنايا الاجابه هي هي couldn't، ولا could not، he couldn't come because he is ill. هنا النحو لا ماجيسكول، اسكو ندير فاصله؟ لا لا ما نديرش فاصله. he is ill معناتها he is sick، إلي مالاد، مريض صح. انا حبيت دوكا because درتها في الوسط. ها استاذه، هل يمكن اني ندير because في البدايه؟ نعم نقدر ندير because في البدايه، ولكن في هذه الحاله نرفدها كومبلي، ما نرفدش غير هكا. نبدا دوكا بهذه، نبدا بالسبب because he is ill، لانه مريض، درتها هي الاولى
افصل الجملتين بفاصلة. هنا الجملتين راهم مفصولين بكلمة بيكاز، هنا بيكاز هنا درناها الأولى، إذا لازم نفصلهم بحاجة واحدة أخرى، وبالتالي حنستعمل كما اللي هي الفاصلة. He is ill درناها، دوك تجي هذه مور فاصلة، واش يولي عندي؟ نكتبها بيان سيغ هنا حتى كم، تولي عندي because he is ill he couldn't come، لأنه مريض لم يستطع المجيء نقطة. هنا واش عبرنا؟ عبرنا على كوز صح. ايماجين دوك التمرين يقول لي اجمعهم join A and B، بصح ماشي expressing cause expressing consequence ولا result. اذا الحالة الثانية راح نجمعوهم ونعبروا على effect ولا consequence ولا result. واش راح نستعمل؟ انا حافظين ثلاثة كلمات اللي هما therefore so and as a result. واش ندو؟ ندو therefore، انا نحبها بزاف therefore، شغل جاية class عندها الوزن تاعها في اللغة الإنجليزية. إذا هدرنا مقبل قلنا بلي هذو يجو دائما في الوسط، مشي كيما تاع لا كوز بيكوز و از و سينس، نحب نديرهم في وسط الجملة الجديدة ولا في البداية. بصح تاع الإيفكت لا لا، لازم يكونوا في الوسط، مستحيل يجو في البداية. إذا نوجد هذيك therefore تاعي، هاي ليك therefore اللي المعنى تاعها وبالتالي. أنا واش ندير؟ راهو مريض وبالتالي ما قدرش يجي، ولا ما قدرش يجي وبالتالي راهو مريض؟ طبعا راهو مريض وبالتالي ما قدرش يجي. So he is ill، هنا شغل عطاوها لنا مسقمة، he is ill نقطة therefore he couldn't come. ثم بيان سور تكتبوا كلش، انا سي جوست باش لا فيديو ما تجيش طويله بزاف. اوكي دونك هنا therefore قادر تحنا في التمرين تاع السينونيمز. therefore سينونيم تاعها شنو هو؟ احسنت، so and as a result. هذو لازم تكونوا حافظينهم وليداتي، ما تروحوليش الاختبار ولا الفرض انتم ماشي حافظينهم. اوكي صح. هذا التمرين فيه كيما راهو مكتوب هكا، قادرين هما دوكا النوع الثاني تاع التمرين هما يمدوا لك هذه he couldn't come because he is ill، وتقول لك write the sentence differently expressing effect، اكتبها بطريقة أخرى معبرا عن عن النتيجة، هذه السببية معبرا عن الإيفكت. إذا راح تخدم هذه الخدمة اللي خدمناها دوكا، تنحي because دير في بلاصتها therefore وتقلب، اللي كانت الدوزيام تجيبها هي الأولى، واللي كانت الأولى تجيبها هي الدوزيام. اوكي هذو هما التمارين اللي رايحين يطيحوا. بيان سور ممكن واحد قريب نسيته اللي هو اجبد من النص جمله سببيه، ولا اجبد من النص جمله نتيجيه، كانه انا اللي مسميتها هكا باش تفهموني. دونك هنا كي ترفدوها ترفدوها من بيكوز وروح، ما ترفدوش غير هذا الجزء، ابداو من بيكوز وروح حتى تلقى النقطه. اذا هنا في هذه راهي هنا، وهنا عندنا بيكوز جات هي الاولى، اذا نمشي حتى الفاصله. هذا المورسو هذا الجزء واسمه كوز كلوز، اون بروبوزيسيون دو كوز، كوز كلوز، خاطرش رانا في كلمات الكوز. وفي الكلمات هذوما كيف كيف نرفد من therefore حتى للنهايه، واش يسميوها؟ يسميوها result clause. كلوز ماشي كلاوز، مانيش غالطه في النطق، كلوز معناتها جمله النتيجه، وهنا جمله السبب. اوكي اوكي ان شاء الله تكونوا فهمتوني، سيت ما نطول لكمش بزاف في الفيديو. اذا مازال عندكم سؤال ولا استفسار ولا حاجه ماشي باينه، خليوها لي في لي كومونتير، وباذن الله نجاوب عليها في فيديو اخر. ما تنساونيش من دعائكم، دعوا لي ربي يحفظني ويحفظ بنياتي. تهلاو في روحكم وفي والديكم، سلام.